السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الخبيزة أو البقولة على طريقتي، كتجي لذيذة بزاف، سهلة في التحضير ديالها. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى من الناس اللي ما داخلينش القناة كنقول لكم ألف مرحبا بكم في القناة. ضغطوا على زر الاشتراك في الزر الأحمر وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وشجعوني بتعليقاتكم اللي كتفرحني، وشجعوني بلايك باش كنزيد نعطي المزيد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. انا كما شفتوا معايا بديت كنقطع باش نربحوا الوقت، بغيت ندير معكم هذا الفيديو اللي قصير بزاف بزاف، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. المهم كنختاروا هاد البقوله منين نبغوا نشروها، او الخبيزه كل واحد كيفاش كيعيط ليها، كنختاروها تكون طريه، كناخذوا داك العرش ديالها كنهرسوه، الا كان تهرس لينا دغيا المهم راه طريه، الا كان قاصح بزاف وغليظ بزاف ما ناخذوش هذيك الخبيزه، ما كتبغيش طيب، وكيجيو دوك الخيوط ديالها غلاضين بزاف، ما كتجيش زوينه وما كتجيش بنينه. كنستيها بحال هكا وكن نشريوها مع عند الناس اللي كنعرفوهم، المهم اللي كتكون عندهم نقيه. كنقد هاد العراش كما شفتوا معايا بحال هاد الشكل هكا، وراه دغيا كتقطع راه طريه بزاف ما شاء الله. وهذوك الوردات ديال هذوك الخبيزه ما كنكثرهمش في التقطع، انا ما كنكثرهمش بعدا، حيت كتجي بحال المهم كتجي هكاك، كتجي معلكه بزاف، ما كتجيش زوينه الا كانوا فيها هذوك العراش. المهم كنحاول نقصهم بحال هادو، انا غادي نحيدهم ما غاديش نخليهم، والا كانت شي وحده هكا مضروبه ولا شي حاجه كنحيدوها وكنسوسوها مزيان، عاد ديك الساعه كنقطعوها. المهم غادي نستمر على نفس العمليه حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي. عندي انا واحد جوج حزمات ديال حزيمات اللي صغار هكا ديال هاد الخبيزه كنقطعها، عاد ديك الساعه غادي نديرها في الكسكاس كما شفتوا معايا في الصوره. غادي ندانيش واحد لتحت الروبيني، غادي نقال الروبيني وغادي نغسلها وغادي نمعكها مزيان مزيان بيديا حتى كنتاكدوا منها راه صافي تنقات لينا، حتى كتنقى مزيان. درت البرمه، درت فيها الماء هنا بعد ما غسلتها وريتها لكم في الصوره، درت البرمه فوق البوطه ودرت دابا الكسكاس، انا غادي نفورها. المهم بعض المرات كنديرها مفوره بعض المرات كنسلقها، اليوم ان شاء الله غادي نديرها معكم غير مفوره. صافي دابا رديتها كتفور، وغادي نوجدوا ان شاء الله صلصه ديال مطيشه وهذيك التقليه اللي قلت لكم باش نديروها مع الخبيزه. هنا عندي ثلاثه الحبات ديال مطيشه، غسلتهم مزيان، كنحكم في الحكاكه، كنحيد الزريعه ديال المطيشه باش ما تجيني هاد الخبيزه حامضه، وهذا غير الماء ديالها اللي كتشوفوا في التبصيل. عندي هنا ثلاثه الرويصات ديال الثومه اللي غسلتها مزيان مزيان، زدت واحد الرويص ثاني هي ربعه، حكيتهم حتى همايا في الحكاكه، وغادي ندير العطريه وغادي نجيب التقليه. المهم التقليه حيت الخبيزه عندنا مفوره، التقليه الا كانت حتى هي هكا صغيره باش طيب لينا مع الخبيزه، الا كانت عرفتوها كبيره ولا شي حاجه ما طيبش لكم دغيا ممكن طيبوها بوحدها. المهم انا غادي نطيبها مع الخبيزه، يعني عارفه انا يا دغيا غادي تطيب ليا، غادي نديرها مع الخبيزه. حتى هي قطعتها مزيان مزيان وغسلتها مزيان، درتها طريفات صغار كما شفتوا معايا هكا في الصوره، قطعتها طريفات صغار، هنا ما فيهاش الشحمه يعني شارينها ما فيهاش الشحمه، وراه مغسوله كما شفتوا معايا على حقها وطريقها. درت حتى هي في الطبصيل، ودرت القزبر والمعدنوس اللي غسلته مزيان وقطعته كما شفتوا معايا في الصوره، وكندير العطريه، كلشي كنديره هنا مره واحده، كيبقى ليا غير الزيت والزيتون حتى الاخر. العطريه غادي ندير الملح، سكينجبير، البزار، الخرقوم البلدي، هذه هي العطريه اللي درت انايا. هنا من بعد ما تفورت هاد الخبيزه صافي درتها في هاد الطنجره هذه، وغادي نجيب هذاك الشيء اللي درت في الطبصيل كما شفتوا معايا، وجوج حبات ديال الفلفلات، هي كتبقى اختياريه اللي كيبغيها يديرها. وغادي نسد على هاد، غادي ندير بعدا زيت الزيتون، وغادي نسد على هاد الطنجره، وغادي نديرها فوق البوطه، وغادي نخلي كل شيء كيتشحر. هنا كندير زيت الزيتون، كتبقى الزيت حتى هي على حساب كل واحد شحال كيدير تاع الزيت، والعطريه حتى هي كتبقى على حساب الذوق، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا. غادي ناخذ الطنجره فوق البوطه، غادي نخليها حتى كتشحر واحد شويه، من بعد كنزيد عليها كاس لا روب ديال الماء، وكنخليها حتى كطيب، عاد كنزيد عليها الزيتون
كيجي هذا هو الشكل ديالها، وكديروا الطريفات ديال الحامض. انا هنايا ما درتش الحامض، يعني خليتها غير هكاك. قال لكم ديروا الحامض المصير، وهذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت. ما شاء الله كتجي خاطره. المهم ما كيبقاش فيها الماء بزاف، كيبقى واحد شويه ديال المرقه ديالها، كتجي خاطره خاطره وبنينه، لذيذه لذيذه بزاف، سهله وسريعه في الطياب ديالها. واللي ما كيديرهاش بالتقليه جربوها، صراحه كتجي واعره بالتقليه. وهذا هو الشكل ديالها. واللي كيبغي حتى الشحمه مع التقليه يديرها، غير المهم حنايا ما بغيناش نديرو مع هذيك التقليه، ما بغيناش نديرو الشحمه، درنا غير داك الشيء الاخر قطعته ودرتو. هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى اللي ما دخلش القناه مرحبا بكم في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.